26. ماشي يلا يا امال. I didn't, he didn't eat to go out very much in the evening. He didn't use, he didn't use اللي هي ايه؟ مصدر. I ate to be a builder for 2 years. انت برضه. I used. ماشي بعد كده. I used to go. I used to go. The garden used to need مصدر. طبعا he used to be. He used to be. ماشي بعد كده. يلا يا رقية. He used to be clever. خلي بالك بقى في الجمل دي عشان فيها شوية اشتغالات. ركز معايا. He بس يا اياد. ماشي. يبقى he didn't use to be ايه بقى؟ برضه clever؟ لا هضطر بقى ان انا اعكس الايه؟ الصفات. clever ليها عكس unclever. ما ينفعش اقول stupid. ما ينفعش اقول كنت لسه stupid. هقول لحضرتك كده. stupid ده غبي. ما ينفعش اقولها. ايه يا عمر؟ بقولك كنت لسه هقول لحضرتك stupid مش unclever. لا مش stupid. لا unclever. بعد كده كملي يا نريمان. When I was young I played on the beach. When I was young I used to play on the beach. طبعا قولي قولي when I was young. عادي ماشي. يلا يا مريم. She was in the habit of riding a bike. She used to ride a bike. She used to ride a bike. ماشي بعد كده. يلا يا ريتاج. It was my habit to go to work early. I used to go to work early. Go work early. ماشي كملي يا مريم. When I was on holiday, I went to the beach. I used to go to, بس يا عم, to the beach every day. 6. مستر هو مينفعش حضرتك تستعمل البرنامج اللي فات لأن ده بيتأخر؟ ما ينفعش ايه؟ مينفعش حضرتك تستعمل البرنامج اللي فات لأن ده بيتأخر في الكتابة؟ طيب بص, اصل انا جيت اظبط الوورد. الوورد فيه مشاكل عندي, والمشكله انا يعني مش لاقي وقت. الصبح النور قاطع عندي ساعتين النت. بعد ما النت بيجي النور بيقطع, فاهم؟ وبالليل طبعا يعني ببقى برفع الحصص وعايز, بصراحه ببقى عايز امشي بقى بصراحه. فهحاول. حاضر بإذن الله الأسبوع الجاي هتلاقيه محطوط. حاضر. It was شكرا. their habit to stay up late. Used. They used to stay up late. ماشي. أنا حتى مش عاجبني الخط ده أصلا. ماشي بعد كده. يلا يلا قول يا احمد. It was her habit to break her toys. قول يا خيري. I used, لا ده بيقول لك it was her habit. يبقى she used to break her toys. 8. يلا يا اياد. She used to play tricks on her friend. هنا ملهاش عكس بقى ولا حاجة. يبقى she didn't use to play tricks.
she repeatedly بشكل متداوم مستمر. يلا يا صدقي would. لا مفيش repeatedly بقى خلاص، would عملتلي مكان repeatedly. she would على طول. she would hand her homework. يعني انت يا ابني مخرجني من بره عشان الغي حصه؟ طب مش لاغي، طب مش لاغي. I always did the shopping when I was young. I يلا مين براني؟ I used to did do to did to did ولا to do ولا to do the shopping. To do the shopping. Test yourself بقى، ما نشوف yourself test كويس ولا لا. يلا يا عم طارق never had many friends. طارق يلا يا عم. لا هو عايز used. هنا بقى تشغيل دماغ بقى، شوية تشغيل دماغ بقى. أنا مستر ايوه يا حبيبي. لا معانا عمرو يا عمر. يلا يا عم عارف طارق never used to have used to have many friends. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ مالها ايه المشكلة؟ never used. طب او ممكن اقولها طارق used to have few friends. few قليل. مروان used to ايه؟ to ايه؟ ازاي يعني؟ to و don't و must و have. لا طبعا هو مفيش حاجه اسمها used not to have ولا used to not have ولا الكلام ده. used to مصدر على طول. مين؟ يلا يا مروان. we went to the coast every year in the summer through my childhood. يبقى we used to go to the coast. وتكمل بقى يا دمياط. يلا يا دمياط. When I was a child, we didn't go to expensive restaurant. أيوه تعرفها دمياط؟ تعرفها؟ هحاول يا مستر يعني عادي. حاولي حاولي. We didn't use بص يا دمياط سلامة الشو، هو بيقول لك يوزد، هي دي اللغز. ايه ممكن we used to not go مش عارف مش عارف ولا يا عمر يا طيب؟ we used to do to eat in to eat لا we used. عارفة يا شهر؟
ممكن نعكس بقى كلمة expensive. we used to go to، يا إما بقى تقول لي inexpensive أو تقول لي reasonable. reasonable يعني معقول، لا cheap يعني معناها رخيصة حقيرة، لا reasonable اللي هي أسعارها معقول، فعشان كده بروح reasonable إيه اسمها إيه restaurants. ماشي يلا يا شاهد دورك بقى. When I was 13 I was quite tall for my age. هتبقى مثلا I used to be taller than my age أو taller than normal. يبقى I used to be quite tall. انتوا بتدوروا على الصعب، حلوا الصعب وهي الإجابة تحت إيديكم. quite tall for my age. He wrote his autobiography. خراج. هيبقى he used to write his autobiography. لو حليت دي صح هديك 5 جنيه. أنا؟ اه He wasn't very well known. مين يحلها صح وادي له 5 جنيه. He used to write his autobiography. ونكمل بقى. طب ادي واحد، تبقى هنا ريمان. مستر أنا قلتها مستر طب انا بجمع اجابات، تبقى هنا ريمان. ممكن ادفع ياما النهارده. كده كده. أنا حتى لو كانت صح مش هاخد كده كده 5 جنيه. أنا بره. ابعتها لك يا عم اما تنزل مصر. تمام. هتبقى ايه؟ مين عارف؟ ها؟ ادي اجابة. تبقى ايه طيب؟ مشترك في كل حاجة يا مستر، ايه؟ مشترك في أي إجابة وخلاص. شايفني وادي دجلة يا ابني؟ انت داخل جاي معاهم في اي حاجة. هو كده فعلا. He wrote، ولا ليك دعوة بروت، ده واحد كتب. He wrote his ايه مش عارفة ايه even though ايه. He used to be unknown. محدش قالها كده، محدش قالها كده. نتيجة زيادة بس. ايه؟ He wrote his autobiography even though he wasn't very well known. بالرغم من انه ما كانش معروف، يبقى هو اعتاد ان يكون ايه؟ غير معروف. unknown unknown. شوية جمل عجب في إياد الحريري. From the age of 9 until last year I was the happiest kid I know. I used to be the happiest kid I know. From the age of 9 until last year I used to be the happiest kid I know. I have always loved tennis. Used to. هند برغش. هند
يلا هند، يا هند. I have always loved tennis. هند يا I هند have I used to love tennis. يا اختي الحلاوة دي. I، ما تقولي I. ماشي ماشي. I used to love tennis. He was a good footballer. أستاذ حسين، يلا حسين. He was a حضرتك يا good مستر، footballer even though he didn't practice very much. Used. مستر هكتبها he used to be a good footballer even so. وكمل صح كده، يبقى he كابتور. He used to be a good footballer even though مش عارفه ايه. عمرور، وليد visited ماما for the first time on his. ما اعرفش ماما دي ايه، احنا جايبينها من كتاب يعني، ما اعرفش قصده ايه، بس هو جايبها كابيتال، جايبها كابيتال، يبقى ده كده مكان. طالما جابها كابيتال يبقى مكان. وليد visited ماما for the first time on his 16th birthday. يلا يا عمور. هتبقى وليد used to visit ماما ولا اسمها ايه دي، ونكمل للآخر. يبقى وليد، لا هو بيقول لك زار ماما for the first time on his 16th. خلاص يبقى الأول مرة زارها وهو عنده 60 سنة. يبقى وليد got ماضي، got used to visiting، اعتاد في الماضي got used. طب ما انا ممكن اقول لك كده، وليد never used to visit mama before his ايه؟ انت فاهم المعنى؟ 16th birthday، يعني وليد عمره ما كان معتاد على زيارة ماما قبل السن ده. Never used to. Never used to. ماشي؟ احنا حلينا كده، احنا ده حلينه كده يعني، نمبر 8 احنا حلها كده. دي حلها كده used to visit ماما ديت كده. امال انت حضرتك معلش، طب حضرتك مش شايفه دي؟ طيب مش شايفه دي مثلا نمبر 1، مش تصلحها يا ماما؟ مش تصححها يا ماما؟ النون دي عملتيها فين دي؟ فين طيب؟ فين؟ انا مش شايف. طب امال انا بحل ليه وبعيد الواجب ليه؟ فين طيب هي النون دي؟ ايه ان وفي فيري؟ ايه ده ماما؟ ده انت هترجعي انت هتفهمي اللي انت كاتباه ده اصلا؟ انما شوفي بقى زميلتك وريني، بصي بقى، بصي كده، ده التصحيح، ده فايدة حل الواجب. I didn't like، يبقى نقوله كده I never used. طبعا هي ليها طرق تانية، أنا حليت الصبح بطرق تانية برضو. I never used to like watching football until last year. I used to ايه؟ late
حبيبي هو بيقول لك انا ما كنتش حابب، فانا I never used. أنا أكره، مفيش حاجة اسمها أكره. مفيش حاجة اسمها I used to hate. مش حاجة اسمها، ما ينفعش نقوله كده برضه. عندهم كلمة هيت دي قليلة. طيب، نيجي بعد كده لمستر ديفيد. نفسي عمر تنزل إيدك عمر، لأن هي روشاني. يعني نزل ايدك يا حبيبي، ما تتعبش نفسك. ديفيد كبر فيلد. ما اقول لكم بقى ديفيد كبر وبقى راجل بقى. لا هو اسمه ديفيد ايه؟ ديفيد كبر فيلد. ديفيد كبر ايه؟ فيلد. إنها سليمة. عرفنا يا سيدي زي ما أنت حافظ أسئلة الستوري كده، كان في ولد صغنن اسمه إيه؟ ديفيد كابرفيلد. اسمه إيه؟ ديفيد كابر. ديفيد كابرفيلد. عرفنا أمه اسمها مين؟ أم ديفيد. هيكون اسمها إيه يعني؟ أم ديفيد اسمها ديفيدز إيه؟ ديفيدز مادر. هي اسمها كلارا، اسمها كلارا. والخادمه بتاعتهم برضو اسمها ايه؟ كلارا. بس الثانيه الزوجه دي كلابر كابرفيلد، سوري كلارا كابرفيلد، والثانيه اسمها كلارا ايه بيجتي اللي هي الخادمه دي. جماعه الحكومي لو عايز يمشي يتفضل، لو عايز يمشي يتفضل. الستوري مش هيحفظها وبتاع، ماشي لو عايز يمشي يتفضل. اي والله اكسب وقت، عندك امتحان بكره. شفت ده ده بس انت لسه عارف ان هو مستواه حكومي صح؟ لسه عارف ان هو حكومي. ليه بقى؟ جدع وتشطر بقى 100 100. جدع على برانيه. اطلع خد سناك وروح. ماشي. نريمان برضو ما شاء الله اشطر من ناس لغات ياما خالص، اشطر من ناس في تانية اعدادي عندي اصلا. تحكمي ايه؟ هو حضرتك في أنهي شابتر في ديفيد كوبرفيلد؟ شابتر 2. فالمهم يا جماعه عرفنا ان كان في واحده اسمها مس بيتسي تروت ايه؟ مس بيتسي تروت وود. مس بيتسي تروت وود عرفنا ان هي كانت ديفيد او ديفيد ديفيد فاذر اند كانت عمة مين؟ ابو مين؟ ابو ديفيد. عرفنا ان هي شي ديدنت لايك ذات مارج، ما كانتش حابه الايه؟ الجوازه دي. ليه؟ بيكوز ذا جيرل اللي هي كلارا دي ويز تو ايه؟ يعني كانت لسه ايه؟ صغيره. عرفنا ان هي شي هيتد مان، كانت بتكره الايه؟ الرجال بقى. طيب ليه كانت بتكره الرجال؟ بيكوز سام وان تشيتد هير، غشها. اند توك هير ايه؟ ماني before the marriage، قبل الجواز هو خد فلوسها وايه ومشي. طب ديفيد ده اتولد امتى؟ after his father's death، او sorry 6 months after his father's death. يعني الام كانت حامل في الشهر الثالث، راجل ايه؟ توكل على الله. اتبقى ديفيد وامه. طب في يوم الميلاد ده مين ده احتزام؟ مستر الصوت مش مسموع تقريبا، المايك قريب من بق حضرتك يا مستر. المايك قريب من بقي، امال المفروض انا اعمل ايه يعني؟ يا مستر لا، الصوت مكتوم يعني لازم، مش قريب لازم. يبقى الصوت واضح؟ ملغوش برضو شوية. ملاغش؟ كده الصوت واضح؟ اعمل كده زي الفل.
يعني كده الصوت واضح ايوه زي الفل. زي الفل. ماشي، انا حاطط المايك في النظارة اصلا. يعني اما كان ناحية بقي ما كانش شغال، اما بقى لا عند هو عيني بس كده تمام. حلو قوي. كده حلو قوي كمان. طب جميل، ماشي. فكرني يا ابني بعد كده، فاضل لي كشاف بقى. وبص بقى صنايع. ايه نايم نايم يا عم نايم حبيب قلبي. المهم قلنا ميس باتسي تروت وود ديت didn't like the marriage، ما حبتش الايه الجوازه، because the girl اللي هي كلارا تروت وود، كلارا كفرفيلد was too young. الولد اتولد بعد 6 شهور من موت ايه ابوه. مين اللي زار الناس دولت؟ اللي هي نفسها ميس باتسي تروت وود. طب زارتها ليه؟ because she expected the baby to be a girl، كانت عايزه البيبي ده يبقى ايه؟ girl not a boy. طيب ليه عايزه يبقى ابو a girl؟ because she wanted to adopt ايه؟ her، عايزه تتبناها. but when she know that the baby was not a was not a that the baby was not a boy she ايه left immediately، مشيت ايه في الحياه. بقى مين عايش دلوقتي في البيت؟ 3، ديفيد his mother and كلارا ايه بيجتي، اللي هنقول عليها ميس ايه بيجتي. فضلت الحياه ماشيه كويس، ديفيد loved being with his mother، كان حابب الحياه مع مين؟ امه. until he met someone، لغايه ما قابل ايه حد، الحد ده كان اسمه ايه؟ مس ميردستون. مس ميردستون ايه سوري مستر ايه سوري مستر ميرد ايه ميردستون. عرفنا ان هو هي ووز ايه a tall dark face man، راجل ايه غامق شويه كده. and he had a nasty smile، كانت الابتسامه بتاعته كده ايه مش صافيه، تمام، صفره، ابتسامه صفره كده، بيضحك له يعني كده ايه من جنب. اسمه ديفيد didn't like him from the day he saw him، ما حبوش من الايه من اليوم ده. طيب الراجل ده كان عايز ايه؟ he wanted to marry مين؟ ديفيدز ايه mother، كان عايز يتجوزها. طيب فبيجتي راحت جايه واخداه في رحله on a holiday to حته اسمها ايه يار ماوث. يار ماوث قابل مين هناك؟ قابل مستر بيجتي اللي هو اخوها، قابل واحد اسمه هام اللي هو اورفن يتيم هناك، وقابل واحده اسمها ايه ايميلي. ايميلي ديت اللي هي مين برضو يتيمه، هو مربي الاثنين تمام. وكان في واحده عماله بتعيط دايما كده اسمها ميس ايه جامج. ميس جامج جي يو دبل ام اي دي جي اي جامج. جامج ديت كانت كراينج اول ذا تايم، كانت بتعيط طول الايه الوقت. المهم الولد ديفيد حب مين؟ حب ايميلي تمام. طب ايميلي هاد دريم، كان عندها حلم. البنت دي كانت 7 سنين، كان عندها شي وونتد تو بي ايه a lady، كانت عايزة تبقى سيدة. and have a lot of money and she wanted to get Mr. Bigotty everything، وكانت عايزة تشتري المستر بيجتي كل ايه كل حاجة. ماشي كده وصلنا ان هو he was sad after he went home back، لما روح البيت كان زعلان بسببين. السبب الاول ان هو ساب مين؟ ايميلي لانه حبها. والسبب الثاني ان هو لقى ان his mother got a married، اتجوزت مين؟ مستر ميردستون. From the first day مستر ميردستون started to give orders، بدأ ان هو يدي الايه الاوامر. طب what were the orders like؟ الاوامر دي كان شكلها ايه؟ that miss that هنسميها بقى دلوقتي ديفيدز ماذر، يا اما عايز تسميها كلارا ميردستون، هي خلاص دلوقتي باسم جوزها كلارا. يبقى في الاول لغايه ما اتجوزتش كان اسمها على اسم جوزها كفرفيلد الاولاني تمام. طب بعدين لما غيرت الزوج بقت ايه؟ على اسم ميردستون بقى. يا اما قول لي ديفيدز ماذر وخلاص. طيب ديفيدز ماذر ماريد، ماشي عرفنا ان هي اتجوزت، عرفنا ان اليوم ده الولد الراجل ده مستر ميردستون all the time قلنا was giving a orders. طب الاوردرز ديت كانت عباره عن ايه؟ that David's mother had to be firm. firm
اف اي ار ام، فيرم اند ستريكت، حاسمه وملتزمه مع الايه؟ الولد. شي شودنت هاف شود شون، ما كانش من المفترض ان هي تظهر هير لاف تو ذا ايه؟ تو ذا بوي، ما تظهرش حبها للايه؟ للولد. هل اكتفى على كده؟ لا، كمان ده لقوا ان في واحده اسمها مين؟ مس ميردستون جايه. واي ديد مس ميردستون كام؟ ليه جت؟ شي كيم تو ستاي وذ ذم، هي مش جايه زياره فور ا فيزيت، دي جايه علشان ايه؟ تقيم. خلاص، يبقى شي كيم تو ستاي وذ ذم. طب اول ما جت مس ميردستون دي طلبت ايه؟ شي اسكت ديفيدز ماذر تو جيف هير اول ذا ايه؟ all the keys، هاتي كل الايه؟ المفاتيح اللي معاكي. يبقى بالطريقه ديت بدات ان هي تتحكم في الايه؟ في المنزل. طيب، وكانت كل ما تيجي تتكلم إيه بتقول لها؟ ان والله يو ار سوتلس، انت يعني إيه مش قد كده في شغل البيت والكلام ده، فانا اللي هدير الايه؟ الموضوع. تتطور الموضوع بقى، الولد كبر شويه وبقى المفروض يذاكر. طيب، في الاول هو كان بيذاكر مع امه كده على خفيف قبل الراجل ميردستون ده. تقول له بقى ايه ابل وبي بول، فاكر انت؟ فاكر انت الحاجات دي؟ مش ماما كانت بتذاكر لك؟ تمام، كنت بتقرا المذاكره معاها؟ ماشي، كانت المذاكره كويسه معاها. ديفيد برضو كان نفس الطريقه، المذاكره كانت كويسه مع مين؟ مامته. لغايه ما مين جه؟ مستر ميردستون بقى. ومين مس ميردستون؟ قاعدين الاثنين في البيت واتشنج ذم ديورينج ذا ليسونز، بيراقبوهم اثناء الايه؟ الدرس. اند هي ووز ستيدي، كان يعني متحفز، ستيدي كان مستعد. وينيفر ديفيد ميكس ا ميستيك، كل ما يعمل غلطه يجي جاي ايه؟ باصص له. طب هو ديفيد ده كان شاطر ولا بليد؟ ده كان شاطر جدا، ولكن because of Mr. Murdstone and يعني because the presence، حضور Mr. Murdstone and Mrs. Murdstone during the lesson he lost everything he knew، كان بينسى كل حاجه هو ايه؟ عارف، فيتلخبط. فبدا ان مستر ميردستون في يوم ديفيد جه لقى ان هو مستر ميردستون هاد استيك، هذا ايه؟ هذا استيك مع عصايه، وهيبدا ان هو هي توك الولد، خد الولد ديفيد اند وينت اب ستيرز اند لوكد ذا روم بيهايند هيم، وراح جاي قافل الاوضه ايه؟ عليك. بيقول له هتعمل ايه يا معلم؟ قال له ده انا هوكلك الجلاشه دلوقتي، وراح جاي ماسكه بالعصايه ونازل على ايه؟ نازل على ملسوعه وخلاص. الله ماشي؟ ما بقاش عارف يقعد بعدها. مكتفه من ايديه كده ونازل فيه ايه؟ ضرب. الولد ديفيد يسكت؟ لا، ديفيد واز فيري بريف، كان شجاع جدا. عمل ايه؟ يبت راح جاي عاضد مين؟ راح جاي عاضد مين؟ مستر ميردستون ديبلي. ديبلي يعني جاب من ايديه ايه؟ دم. خلاص؟ طبعا مستر ميردستون لقى الموضوع اتقلب ان هو ايه؟ اتعض. He started to hit مين بقى؟ ديفيد angrily، بغضب. Till the boy got blooded، لغايه ما الولد جاله ايه بقى؟ نزيف، بدأ يتعور كده في ايه؟ كل ما يضربه يتعور. ماشي؟ طيب، ويجي جاي خارج ويقفل الباب وراه. He locked the door behind him and for five nights، لمدة خمس ايه؟ ليالي. David stayed alone in the dark، كان قاعد لوحده في الضلمة. Every night Miss Murdstone came with some milk and bread and offered them to me David، زي الكلب كده، تجيب له شوية لبن، شوية ايه؟ عيش، حطه قدامه، ده الاكل بتاعك لمده كام ليله؟ خمس ايام. الولد يا عيني زعلان، متضايق، كل ما يفتكر الضرب اللي حصل ده خلاص هتجيله عقده نفسيه بقى. فبعد خمس ايام لقى مين بتخبط عليه؟ لا، بيجتي. بيجتي هي اللي بتخبط عليه، بس من ورا الباب، الباب مقفول. هي كده ضحت بايه؟ بشغلانتها، والراجل قايل لها ما تروحيش عنده. تمام، يبقى شي ريسكد هير جوب، ريسكد يعني خاطرت بايه؟ بوظيفتها. طيب، خاطرت بوظيفتها ليه؟ because he prevented anyone to come near the room، ان هو يقرب ناحيه الايه؟ الاوضه. just Mr. Murdstone
تو جيف هيم ايه فود، هي بس اللي تروح ميس ميردستون عشان تدي لها الايه، تدي له الايه الاكل. ماشي الشباب، صحى الصبح اسمها ايه بيجتي بقى، قالت له ايه، قالت له ذات شي هاد باد نيوز، ان هي عندها اخبار ايه سيئه. ايه الاخبار السيئه ديت؟ ذات هي هاد تو جو تو ا بوردنج سكول. خدنا كلمه بوردنج سكول يعني ايه، مدرسه ايه داخلي هيقعد ويسكن هناك، يبقى ذات هي هاد تو جو تو ا بوردنج سكول. طيب البوردنج سكول ديت، هل ديفيد يعني حب الموضوع ده؟ نو no, because he was to be taken away from his mother. هيتاخد من مين؟ من امه. ماشي، خلي بالك ان هو كان قاعد طول الليالي كل شويه يفكر في الضرب ويقعد يعيط، يفكر يجي يعيط، قضاها ايه؟ he cried to himself، كان بيتشحدف مع نفسه. ماشي كده، ده ديفيد. طب هيقرر يروح الايه؟ المدرسه. بعد ما بيروح، قبل بابا يروح المدرسه، الام بتقول له، هي كانت بتطمنه شويه يعني، يعني يا حبيبي انت رايح المدرسه؟ طبعا هي ما عندهاش اي بقى ايه، لا قبول ولا اعتراض، هي مسلوبه الاراده خلاص. يا حبيبي انت رايح المدرسه، بتطمنه بس، بتقول له انت رايح المدرسه دي تو بي ا كليفر ايه بوي، عشان تبقى ولد ايه شاطر، انت وحش في المذاكره، قصدها يعني عشان ترضي مين برضو؟ عشان ترضي جوزها اللي بيزعق ده، فكذبت على الولد. المهم بيجتي دخلوا بقى الست وهما بيودعوه بتاع، مين اللي جارت على العربيه اللي هتوديه؟ بيجتي. وراحت، كان مين اللي بيسوق؟ واحد اسمه مستر باركز، واحد اسمه مستر باركز. هي جايبه له كيس، كيس صغير كده، الكيس ده فيه ورق some paper and 8 shillings. 8 shillings اسمها الخمسه صاغ، زمان كان في حاجه اسمها خمسه صاغ شيلين، بس بقيمه زمان. هي الست كان بيدخل لها في السنه 100 جنيه، هي بعت له منهم 40 قرش، ياما يعني، قول نص جنيه بس ياما يعني. تشوف بقى المعاش الكبير ده في السنه كان 100 جنيه، يعني كام مثلا في الشهر؟ 12 في 5 في 60، 12 في 7 ب 84، لسه ما ولا كالكليتر ولا بتاع جت كخيبه، 12 في 8 ب 96. لا 12 في 8 96. احنا هنعمل ال 100 على ال 12، انت لسه بتسال كام؟ 106 ولا 96؟180 على ال 12. ايوه ماشي، ما انا صح. صح، كم؟ 8 جنيه. مش صح، ما انا قلت 8 في 12 ولسه هيتبقى فكه. خلاص يعني 8 جنيه 80 قرش في الايه، في الشهر. فهي عطت له كام؟ مصروف ولد يعني. طب هو الولد هيقعد يعني يوم يومين؟ لا، ده هيقعد دراسه، هيقعد الايه؟ طب هل هو رايح وقت الدراسه؟ قال لك لا، ده الراجل من جبروته موديه ديورنج ذا هوليداي، موديه وقت الايه؟ الاجازه، يعني ما فيش حد هناك في المدرسه، هو لوحده. ماشي؟ تعالى بقى اثناء الرحله، احنا قلنا مين اللي سايق العربيه بكاره؟ مستر باركز. طب مستر باركز ده كان راجل كبير في السن كده، لقى مس بيجتي طلعت ما اتكلمتش معاه، راح رجع تياله شويه كيكه كده كوكيز، تمام. فبدا ديفيد راح جاي عازم عليه بواحد، فعجبه الاكل طبعا. بيجتي مشيت بقى، ده بياكل وقت الرحله. فالراجل بيقول له ايه، هي دي اسمها بيجتي؟ قال له اه. قال له هي اللي عامله الكوكيز دي؟ قال له اه. ها، هي اللي عامله هي اللي عامله الكوكيز الحلوه دي؟ قال له اه. قال له does she have a young man، يعني هي مخطوبه ولا حاجه، حد متكلم عليها؟ قال له بيجتي، بيجتي حد متكلم عليها؟ قال له لا، ده عمر ما حد اتكلم عليها. الراجل ايه، انشكح كده وانبسط يعني. قال له طيب بص، قول لها باركز، اسمع بقى، باركز از ويلينج، يعني باركز عايز يتقدم،
باركينج باركز، الراجل اسمه ايه؟ باركز. باركز از ويلينج، هيقولها له كل شويه، دونت فورجيت. باركز از ايه؟ ويلينج، دونت فورجيت. باركز از ايه؟ ويلينج. سين كده الستة هتفهم، باركز از ايه؟ اوعى تنسى. قال له طب وانت ليه يا عم ما تروحش انت تروح؟ قال له بقول لك ايه؟ ما تكلمش كتير، انت قول لها بس ايه؟ باركز ويلينج يعني عايز يتقدم يعني، عنده النية يعني. ويل يعني قادر. اه تمام؟ لا ديفيد مش فاهم. تمام؟ فالمهم ديفيد أول ما وصل الإيه؟ الفندق، هو هيقعد الأول في فندق ليلة كده لغاية ما المواصلات. فهيكتب إيه؟ خطاب، هاي بيجتي، هاو أر يو، هاي ماذر، هاو أر يو، يكتب لهم جواب وهيكتب لهم ملاحظة كده. باركز إز ويلينج. I don't know what does it mean, but he said this. باركز إز إيه؟ ويلينج. هو قال كده، أنا ما أعرفش دي إيه؟ ود ولا عايز صغير طفل يعني. لغايه ما بيجي بقى تاني يوم المفروض بيستلموا واحد اسمه مستر مل. اسمه ايه؟ مستر مل. مستر مل دي الحته اللي احنا هنقف فيها في الايه؟ في الستوري قبل ما يروح المدرسه. ايه؟ ما هنقرا. اه مستر طبعا احنا عندنا شباب باذن الله يوم الثلاثاء امتحان، منورين الدنيا. شكرا على البشرة الحلوة مستر. ايه؟ ديفيد is sent away to school. Page كام دي؟ 243 44. نعم؟ نعم؟ بركز بركز. I was very unhappy during this time. I was very unhappy during this time. أنا ما كنتش مبسوط. Mr. Melston insisted on my studying. قال الولد ده لازم يذاكر. And so my mother gave me lesson. امه بقت تدي له ايه؟ دروس. كانش لسه مستر شامل اتولد. In the past she and I had enjoyed our studies together. كنا بنستمتع بدروسنا سوا. And she had taught me a lot in her gentle way. وكانت بتعلمني كتير بطريقتها اللطيفه. Gentle way. But now both Murdstone and Miss Murdstone were present, كانوا حاضرين during my lessons اثناء الايه؟ اثناء الحصص. تمام؟ And somehow بطريقة ما I couldn't concentrate، كنتش قادر اركز or remember what I had learned، اللي انا اتعلمته. مش عايز اطبق اللي انا مش عارف اطبق اللي انا اتعلمته. My poor mother, my poor mother was very sympathetic. كانت متعاطفة معايا جدا. And tried to كل شوية قول يا ديفيد، يلا يا ديفي. هي كانت بتدلعه تقول لي، تقول له ايه؟ ديفي ما تقوليش يا ديفي. Sometimes even whispering the answer to me. وساعات حتى كانت تقول له الايه؟ الإجابة.
But the murder stones had sharp ears. كانت ودانهم ايه؟ مترطعه. كلارا. كل شوي يقول لها كلارا ماي لاف ريمبر بي فيرم. انت ايه؟ كوني ايه؟ حازمه. You are making the boy's character worse by helping him like that. انت بتخلي شخصيه الولد ايه؟ تسوء، تبقى وحش. Oh, Edward, Asma, I'm sorry. My mother replied, looking embarrassed, كانت باين عليها الإحراج, and hanging her head like a guilty child. عارف أنت اللي باصص في الأرض كده زي العيل الصغير، ندمان، آسف. One morning, when I arrived in the sitting room as usual for my lessons, I saw that Murdstone had a thin stick in his hands. جيت لقيته ماسك لي العصايه. I couldn't take my eyes off it. وما عيني ما قدرتش تبعد من عنه، كان جايب له عصايه جده الباشا. You must شفت بقى شفت. You must be very careful today. يجب ان تكون حريص النهارده. David he said with his unpleasant smile. احنا فين؟ احنا فين؟ بسمع حضرتك. هو انا اللي هي مقرئ؟ قلنا الصفرة صح؟ هو انا مقرئ؟ ما تفتح الملزمه كده واشتغل معايا. ما انت تحفظ من الملزمه مش مني. One morning قلنا دي العصايه دي. You must be there. نعم. A pleasant smile قلنا اللي هي ابتسامته الصفراء او يعني ابتسامته ايه؟ اللي مش ودودة. ايه؟ unpleasant smile قلنا ابتسامته الصفراء او ابتسامته اللي مش لحبته اللي ودودة. هي ايه اللي ما تصرش حد دي. تمام؟ تمام. unpleasant smile. مالك يا يعني؟ One morning قلناها دي خلاص. You must be very careful. ماشي. ما بيقلبش ليه؟ عايز بطارية. I knew what would happen then. أنا كنت عارف إيه اللي هيحصل. أكيد هغلط وأكيد إيه؟ هنضرب. A terrible fear took hold of me. تملكني الخوف. And all that I had learned disappeared immediately. واللي اتعلمته راح. So that I couldn't answer any of my mother's questions. Mr. Murdstone got up from his chair. Well, David, I think you have worried your mother enough today. We'll go upstairs, boy. Come. And he picked up the stick. مسك العصاية. انت شكلك قلقت امك النهارده. تعال نطلع فوق بقى. تعال. Please, Mr. Murdstone. I cried. Don't beat me. I have tried. I have tried to learn. أنا حاولت أتعلم. Really I have, sir. But he didn't listen to me. In my bedroom, he held my arms and started hitting me with a stick. بدأ يضربني بالعصاية. I managed to get hold of his hand and bit deep into it. وراح جاي عضيته. He cried out angrily and began to hit me as hard as he could. بدأ يضربني بشدة. Above the noise of my screams, I could hear my mother and Bigoty crying outside the door. سمع أمه ومين وبيجتي بيعيطوا بره. Then the next moment he was gone. I heard him lock the door. سمعته بيقفل الباب. And I was lying. Sore and bleeding. مجروح وإيه بينزل. On the floor. The whole house seemed suddenly very quiet. البيت كله كان باين إنه إيه؟ فاضي، محدش مطلع صوت. عارفين أنتوا بعد حوار العلقة ده؟ كله بتهز دماغي عارف. كله بيجي جاي إيه؟ لا مش يصلي.
لا ده لما ابوك يجي تدخل تصلي او تدخل تنام. لا انما في ضرب بيحصل ايه بقى؟ في علقه في البيت بيحصل ايه؟ قول لنا كده. يعني ابوك مثلا، تعالى حوار مع طالب مزوج، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت مزوج من الدرس لا انا مزوج من الدرس. وروحت وامك مش راضيه تقول لابوك ان انت مزوج، تقعد تعمل ايه بقى انت؟ اعمل اللي هو عايزه. تعمل اللي هو عايزه. والله طيب ولا بتدخل تنام بقى و... لا اعمل اللي هو عايزه الاول. لا مستر، اياد محترم ما بيزوخش. مين ده؟ احنا يعني حوار كده ماشي، ولا عمري بس. اتفضل خلاص 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 خلاص. ومعانا ضيف عابر الطريق، يعبر الطريق، كان على عربية خرب. above the noise قلنا بقى ديت، and I was lying sore and bleeding on that floor. ماشي. I stayed there for a time without moving. فضلت قاعد من غير صوت. In the evening Miss Murdstone brought me some bread and milk. جابت لي عيش ولبن. بتوكل القطة هي بروح أمها. Which she left on the floor beside me. سابته جنبي. Frowning angrily. يعني إيه frowning angrily؟ مكشرة بغضب، رفع حواجبها. I was kept locked in that room for 5 days and nights. قعدت 5 أيام بلا، and so nobody except Miss Murdstone. وما شفتش حد غير إلا مين؟ ميردستون. Who brought me food but never spoke to me. عمرها ما كلمتني. طبعا الكلام ده ولد صغير عنده بتاع 6 سنين ولا 7 سنين، لما يتعمل فيه كده ويتقفل عليه 5 أيام ما حدش يدخل له، ده عيل صغير بيعمل في الناس ازاي؟ ده اخوك يعني قصدك؟ ايه؟ اختك؟ اسمها ديفيد برضو؟ رؤية؟ ربنا يهديها لكم، ربنا يهديها لكم. من شبه اختاه فما ظلم، من شبه اختاه فما ظلم. ما شايه زيك يعني، شايه زي طلع لمين يعني؟ But during the fifth night في الليلة الخامسة I heard a strange noise at the keyhole. سمع بقى كده ايه خروشة كده في فتحة الباب. It was Peggotty trying to give me message. كانت بتحاول تديني ايه رسالة. ده نكمل الريدنج المرة الجاية، انما الأسئلة عندك page 252 بس. حبيب قلبي، والكوتيشنز شوف لغاية اللي قريناه. الكوتيشنز تقريبا برضو صفحة 254. طبعا انا مش عايز الناس تحفظ صم ده، لو عايزة تحفظ يعني تمام، خلي حد بقى ما يحفظليش الستوري. ماشي، ذاكر الأسئلة وافهم هو إجابته إيه السؤال ده، وعبر بأسلوبك، وأنا عارف أسلوبك زبالة أصلاً. ماشي اتفضلوا يا شباب. مستر، امتحان يوم الثلاث هيبقى عن إيه؟ عن إيه؟ عن كل اللي درسته معايا. تمام. مستر أنا قفلت امتحان الشهر يا مستر، إيه؟ قفلت امتحان الشهر. قفلت امتحان الشهر؟ طب الحمد لله. انا كمان يا مستر. ماشي الحمد لله، الله ينور يا شباب. منه دي كام دي؟ دي كام دي يا انج؟ 17. امال ما بتسمعش الكلام ليه؟ هو مش بيقول لك اقعد؟ هو مش بيقول لك اقعد؟ هو مش بيقول لك اقعد؟ مين؟ مروان يروح دلوقتي. سلام، اتفضلوا يا شباب.